مساء الخير، مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، شركة ريال ستيت جايد. الفيديو ده هتكلم فيه كده عن المعلومات اللي تم الإعلان عنها خلال الفترة اللي فاتت عن مشروع تايكون تاور. ده هيكون تخصيص فندقي بالكامل في مشروع النايل بيزنس سيتي، ثالث أطول برج في أفريقيا. مبدئيا أنا كنت عملت فيديو قبل كده خلال الأيام اللي فاتت اتكلمت فيه عن تحديث المعلومات الخاصة بمشروع النايل بيزنس سيتي، بداية طبعا من البروفايل بتاع المطور وثابت الأعمال بتاعتهم، عن مثلا الاستشاريين اللي جايبهم المطور كمان ومدى تخصصهم في المجال بتاع الأبراج وناطحات السحاب، وكمان اتكلمت عن المميزات اللي بينفرد بيها مشروع النايل بيزنس سيتي اللي حضرتك أصلا مش هتلاقيها سواء في العاصمة أو حتى خارج العاصمة. فأنا حابب أتكلم دلوقتي عن المشروع بتاع تايكون تاور. المشروع ده هيكون، أو التاور دوت اللي هو تاور دي، هيكون تخصيص فندقي بالكامل، هيكون عبارة عن أرضي وخمسين دور، ارتفاعه حوالي 233 متر، واخد واجهة مباشرة على محور بن زايد الشمالي، واخد فيو طبعا على النهر الأخضر. المشروع دوت او التاور دوت هيكون تخصيصه فندقي برخصة 5 نجوم، وهيكون طبعا في تعاون مع شركة إدارة، هتكون شركة إدارة عالمية متخصصة في القطاع الفندقي. هو طبعا لسه ما تمش الإعلان عنها، ولكن هيتم قريب إن شاء الله الإعلان عن شركة الإدارة والتشغيل. طبعا مبدئيا المشروع حاصل على كل التراخيص والموافقات. احنا عندنا اولا تقسيمة الأدوار، هيكون من الدور الثالث، ده هيبقى الدور الثالث كله هيكون تخصيص مطاعم، الدور الرابع هيكون خدمات، الدور الخامس والسادس هيكونوا مفتوحين على بعض، هيكون في جيم وسبا وزي مثلا برايفت بول، حاجات زي كده. بالنسبة للدور السادس والسابع برضو هيكونوا مفتوحين على بعض، وهيكون في اللوبي بتاع الأوتيل، وهيكون في منطقة بيزنس سنتر. عندنا بقى الأدوار اللي هتكون مخصصة للوحدات الفندقية اللي هتطرح في أول مرحلة اللي هي مرحلة اللونش، هتبتدي معانا من الدور الـ16 لحد الدور الـ24. ده هيكون بنظام التشغيل والتأجير على الشركة المطورة، ده هيكون بنظام الشراكة مع المطور. تمام، هوري لحضراتكم دلوقتي برضو الأنظمة اللي هي طرحها الشركة. طبعا احنا عارفين التميز بتاع موقع النايل بيزنس سيتي ان هو موجود يعتبر في منتصف العاصمة الادارية، يعتبر اللي هو السنتر بتاع الداون تاون على محور بن زايد الشمالي مباشرة. دي كده الانظمة بتاعت الشراكة، لو حضرتك داخل تشارك بنسبة في الوحدة او الاستديو او السويت اللي حضرتك بتشتريه، بيكون في نظام شراكة 25% من الوحدة، وديت بتبتدي أسعارها من 2,475,000. دي هيكون متخصصة في الدور من الدور الـ16 لحد الدور الـ18 بنظام الشراكة بنسبة 25%. تمام، طب لو حضرتك عايز تشارك المطور بنسبة 50%، هتبقى الأسعار بتبتدي من 4,950,000، وهتلاقيها يعني الأدوار اللي هتكون متخصصة بنظام الشراكة بنسبة 50% من الدور الـ19 لحد الدور الـ21. نظام الملكية التامة، إن حضرتك بتتملك الوحدة بشكل كامل، ديت أسعارها بتبتدي من 9,900,000، وموجودة معانا من الدور الـ22 لحد الدور الـ24. ده الأدوار ديت اللي أنا قلت لحضراتكم عليها دلوقتي. المطور هنا هو اللي بيكون مسؤول عن التشغيل والتأجير. تمام، والمطور هنا كمان بيضمن للعميل التشغيل بالحد الأدنى للإيجار في أول 3 سنين بحد أدنى 10%، ده في حالة لو الوحدة حتى ما تأجرتش، برضو بيديلك العائد الإيجاري بتاعها 10% بحد أدنى. تمام، طيب هنيجي بعد كده بالنسبة لنظام الملكية التامة، إن حضرتك بتتملك الوحدة كإند يوزر. بتبتدي معانا الاستديو أقل حاجة من 9,900,000، ده موجود في الدور الـ39 والدور الـ40. بعد كده بنبتدي بالنسبة للسويت الوان بيدروم أو اللي هو السويت الغرفة، دوت سعره بيبتدي من 19,800,000، ده موجود في الدور الـ41 والـ42. بعد كده السويت الغرفتين
سعره بيبتدي من 29,700,000، وده موجود في الدور 43 وال44، وبعد كده من الدور 45 والدور 46 هيكون في حاجة اسمها بنت هاوس تايكون، ودي سعرها عامل 125,000,000 جنيه. يبقى كده عندنا أقل حاجة في نظام الـ End User بتبتدي من 9,900,000، دي أقل حاجة، وبعد كده بتبتدي اللي هو السويت الغرفة من 19,800,000 للغرفتين للبنت هاوس عامل 125,000,000 جنيه. ده هيكون موجود في الدور 45 و46 اللي هو التايكون بنت هاوس. طيب في بعد كده بعد البنت هاوس من الدور 47 هيكون في حاجة اسمها تايكون فيلا، ديت لسه ما تمش الإعلان عن الأسعار بتاعتها هتكون شكلها ازاي. طبعا حضرتك السويت انت او الوحدة الفندقية عموما حضرتك بتستلمها مفروشة بالاجهزة بكل حاجة، يعني حضرتك مجرد ان انت يعني بتدخل فيها كنزيل على طول مباشرة. يعني هم عاملين انظمة سداد بتبتدي مقدم 10% على 6 سنين، مقدم 15% على 7 سنين، مقدم 20% وتقسيط على 8 سنين أقساط متساوية. عاملين خصم الكاش، ده هيكون في خلال الأسبوع الأول من التسكين خصم الكاش هيكون 40%. نظام التقسيط لو حضرتك هتشتري خلال أول أسبوع من وقت اللونش هتاخد خصم 12% على أي نظام من أنظمة السداد اللي أنا اتكلمت عنها. طب حضرتك جيت اشتريت في تاني اسبوع من وقت اللونش او من وقت فتح باب التعاقد هتاخد خصم 9%، حضرتك جيت في تالت اسبوع هتاخد خصم 5%، بعدها هيتلغي الخصم تماما. تمام. طبعا المشروع عموما نايل بيزنس سيتي بنتكلم في استلام كمان 4 سنين، الصيانة بتكون 10%. هم حاليا بياخدوا استمارات ابداء رغبة شراء للعملاء اللي هي مهتمة انها تكون اول الناس اللي هي تحجز في المشروع وتستفيد طبعا بالسعر الافتتاحي وتستفيد كمان بالخصم اللي هي عاملاه الشركة حاليا. فلو حضرتك طبعا مهتم بتعمل استمارة ابداء رغبة شراء، الاستمارة ديت بيكون ليها رسوم، بتكون لو حضرتك بتعمل تحويل للحساب البنكي بتاع المطور بتدفع 40,000 جنيه، لو حضرتك بتروح الشركة بتدي لهم شيك أو بتدفع كاش بتدفع 50,000 جنيه. تمام. الرسوم دي بتكون مستردة بالكامل في حالة لو حضرتك ما حبيتش تكمل لأي أسباب ما توفقتش، بتقدر إن أنت تسترد الرسوم بتاعتك تاني، ولكن هي في الأول وفي الآخر بتدي لك الأولوية ان انت تقدر تختار السويت بتاعك في موقع كويس فيو حلو، كمان تستفيد بالخصم اللي هو بتاع الخصم الافتتاحي بتاع المشروع، لان الخصم ده بعد كده مش بيتكرر تاني. فانا حبيت كده ادي لحضراتكم خلفية عن مشروع التايكون تاور. طبعا لو في اي حد محتاج تفاصيل، محتاج ان هو يتابع معايا بالمعلومات الجديدة، احنا عندنا المساحات بتاعت الاستديو والسويت سواء الغرفة او الغرفتين لسه المساحات والتصميمات لسه الحاجات ديت ما طلعتش، هتطلع ان شاء الله خلال الايام اللي جاية. فلو في اي حد محتاج تفاصيل اكتر او محتاج التصميمات او يعرف التفاصيل ديت يبعت لي مسج على الواتساب وانا هتابع معاه ان شاء الله اول لما الحاجات ديت يعني تطلع وكده باذن الله. وبإذن الله هكون مع حضرتك كمان في اختيار الوحدة، ان احنا نحاول نختار حاجة تكون موقعها مميز وتكون واخدة فيو حلو، وفي نفس الوقت ان شاء الله نحاول ان احنا يعني نوصل حضرتك بأفضل اختيار وبأفضل سعر، وان شاء الله نحاول ان احنا نجيب لك كمان عليها ديسكاونت كويس او خصم كويس. ده كده بالنسبة للخدمات اللي هتكون موجودة في المشروع بتاع التايكون تاور. كل الخدمات ديت هتكون موجودة معانا في الدور 5 و6. أنا معاكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريل استيت جايد. طبعا لو في أي حد مهتم بفرص الاستثمار عموما داخل العاصمة الإدارية الجديدة يقدر يشرفني من خلال الرقم الظاهر على الشاشة دوت. حضرتك مجرد يعني إن أنت ممكن
تبعت لي اي مسج على الواتساب هرد عليك مباشرة، او في كمان لينك موجود في اول الوصف حضرتك مجرد ما بتضغط عليه هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. طبعا الخدمة بتكون مجانية وتحت امر حضراتكم في اي وقت. شكرا.